خطوة جدية نحو إصلاح القطاع المالي والمصرفي قطعتها الحكومة بتعاقدها مع شركة إرنست أند يونغ العالمية المتخصصة بالاستشارات المالية لتنظيم عمل المصارف الحكومية والارتقاء بعملها. خبراء ماليون أكدوا أن لجوء الحكومة لشركات التدقيق العالمية سيطور الخدمات المصرفية الحكومية ويجعلها تضاهي الخدمات في المصارف العالمية. إعادة تأهيل هذه المصارف والاستثمار بالتكنولوجيا وإدارة الأموال المودعة لدى هذه المصارف بعقلية الاستثمار هي منهج الإصلاح الذي تسعى حكومة السودان إلى تحقيقه. عملية عولمة المصارف العراقية تعني ضرورة أن يكون لدينا شركات تدقيق عالمية مؤهلة لعملية تحديد نوع الخلل وآلية الإصلاح. لدينا رغبة في أن يكون منهج الإصلاح مدعوم من قبل هذه الشركات العالمية التي لا تخضع إلى التهديد أو الابتزاز. التوجه الحكومي نحو تطوير القطاع المصرفي يأتي كأولوية في البرنامج الحكومي لكونه المرتكز الأساسي للإصلاح الاقتصادي وتشجيع حركة الاستثمارات في البلاد التي تحتاج إلى بيئة مصرفية حديثة تلبي احتياجات المستثمرين. إصلاح القطاع المصرفي أمر مهم من أجل إصلاح كل الوضع الاقتصادي في العراق. المصارف العراقية للأسف تعاني من موضوع الاستثمارات ومن موضوع توظيف وتشغيل الأموال التي توجد في خزائنها وتعتمد فقط في الأرباح على الفوائد من الإيداعات. بالتالي أعتقد أن هذا الأمر سوف يسهم بشكل كبير في استثمار الأموال وتوظيف الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل وبالتالي رفع معدلات النمو في الاقتصاد العراقي. تعاقد الحكومة مع إرنست أند يونغ مشروط بتقديمها خطة مبتكرة وليست مستنسخة من تجارب سابقة وأن تكون قابلة للتطبيق مع سرعة الإنجاز، وهو ما يعكس الرغبة الجدية للحكومة في تحقيق الإصلاح الاقتصادي بحسب المختصين. من بغداد، محمد جبار، العراقية الإخبارية.